السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بعون الله استكمال بقية الدروس مادة الرياضيات منهج الصف الأول الثانوي. حنبدأ اليوم بالوحدة الخامسة المعادلات التربيعية. أول شيء حنتعرف على شكل المعادلة التربيعية. المعادلة التربيعية تكتب على الصورة ألف سين تربيع زائد باسين زائد جيم تساوي صفر، حيث ألف وباء وجيم ثوابت اللي هي نسمو فيه معاملات الألف معامل السين تربيع، وباء معامل السين، وجيم يسمو فيه الحد المطلق. وعندي شرط أساسي أن الألف لا يساوي صفر، لأن لو الألف كان يساوي صفر مش حتكون معادلة تربيعية، حتكون بعدين معادلة خطية. لكن باء وجيم ثوابت باء وجيم ممكن حتكون صفر، ما فيش إشكال، لكن الألف لا تساوي الصفر. ويمكن حل المعادلة التربيعية بواسطة التحليل، والتحليل هذا درسناه في الصف التاسع، ويستخدم إذا كان الحلان تامين أو عددين نسبيين، وفي طريقة التحليل الطرف الأيسر يكون دائما صفر، يعني دائما خلي المعادلة التربيعية في صورة صفرية، تمام، أو بالطريقة الثانية بإكمال المربع، ويستخدم فقط عندما يكون متضمنا مربعا كاملا، يعني لما تكون المعادلة التربيعية في صورة مقدار ثلاثي مربع كامل تحل بطريقة إكمال المربع. بعدين عندنا الصيغة الرياضية اللي هي اللي هو القانون، حنستخدم فيها القانون سين تساوي ناقص باء زائد أو ناقص جذر التربيع الباء تربيع ناقص 4000 جيم على 2000. وانتم عارفين ان الالف والباء والجيم هذين هن عباره عن الثوابت اللي قلنا عليه ان هن معاملات. الالف هو معامل سين تربيع، والباء معامل السين، والجيم هو الحد المطلق. نعود بين في القانون هذا حنحصل على قيمتين السين. لما نستخدم العمليه بالزايد حتكون القيمه الاولى او الحل الاول سين، لو خذينا الناقص حيكون الحل الثاني لايجاد قيمه سين. ويستخدم عندما يكون الحل غير تام، أي لا يمكن استخدام التحليل، يعني في حال أن المعادلة التربيعية غير قابلة للتحليل فيستخدم القانون هذا. حل المعادلة التربيعية عن طريق التحليل إلى عوامل. من تمارين الكتاب 5000 حل المعادلات الآتية. عندي المعادلة الأولى سين تربيع زائد 4 سين زائد 3 تساوي صفر، هتكون طريقة الحل. هنا طبعا المعادلة شكل المعادلة قابل للتحليل، حنحل إلى القوسين، وهذا تعودنا عليه نحن في الصف التاسع اللي هو تحليل مقدار ثلاثي. حندير قوسين، نحط في القوس الأول سين والقوس الثاني سين، وبعدين نشوف نبحث في الحد المطلق ونبحث في الإشارة متاعه. لاحظنا أن الحد المطلق إشارته موجبة، يبدأ معنا حنبحث عن عددين حاصل ضرب يعطيني الثلاثة وحاصل جمع يعطيني الحد الأوسط. وقلنا حاصل جمع ليش؟ لأن الإشارة هنا إشارة موجبة، لو كانت إشارة سالبة حنقول حاصل طرحا يعطيني الحد الأوسط. فهنا لأن الإشارة موجبة حنقول إن حاصل جمحا حيعطيني معامل الحد الأوسط. يبدأ شنو هنا العددين هذين؟ هو 3 في الواحد، 3 في الواحد تعطيني 3، و3 زائد 1 يعطيني معامل الحد الأوسط. فهتكون بالكيفية نشوف قاعدة الإشارات داخل الأقواس. لاحظ لما يكون إشارة الحد المطلق موجبة يبدأ نحط في بالي احتمالين، إنها حتكون إشارات متشابهة في الأقواس، يا إما التشابه بالسالب أو التشابه بالموجب. اللي يحدد لي هو إشارة الحد الأوسط، إشارة الحد الأوسط موجب يبدأ حتكون الإشارتين موجبات، ونساوي القوسين هذين بالصفر، تمام. بعدين نجي نقول أما السين، نبدأ بالقوس الأول، أما السين زائد 3 تساوي صفر، ومنها السين تساوي طبعا طلع 3 بعكس الإشارة، ومنها السين تساوي كم؟ ناقص 3. أو إن القوس الثاني سين زائد 1 هو اللي يساوي صفر، ومنها سين يساوي سالب واحد، نطلع الموجب واحد بعكس الإشارة. والسبب اللي خلانا نقوله ليش إن قلنا أعطينا احتمال إن سين زائد 3 تساوي صفر، أو أعطينا احتمال آخر إن سين زائد 1 يساوي صفر، لأن القوسين مضروبات في بعض والناتج الصفر. باش يطلع الناتج الصفر ضروري أحد الأقواس يكون هو اللي يساوي صفر، فحطينا كل الاحتمالين وأوجدنا بهن حلول المعادلة. يبدأ حلول المعادلة متاعي التربيعية اللي أمامي إن السين تساوي ناقص 3 والسين تساوي ناقص 1. نشوف مثال آخر، سين تربيع ناقص 5 سين زائد 6 تساوي صفر. بنفس الطريقة حندير قوسين، سين تربيع هي سين في سين، نبحث في الحد المطلق لقيناه 6، نبحث عن عددين حاصل ضربهن يعطيني 6، وبشرط لأن الإشارة هنا موجب وحاصل جمعهن يعطيني 5. ممكن الطالب هو يسأل نفسه يقول بيه 6 في الواحد، أوكي 6 في الواحد تعطي 6، بس 6 زائد 1 حتعطي 7، ونحن نبو الخمسة. فيفضل الأفضل يكون اختياري 3 في 2. يبدأ اخترنا 3 في 2، فعلا 3 في 2 بتعطيني 6،
وحاصل جامع ثلاثة زي اثنين يعطيني خمسة اللي هو معامل حد الأوسط. تمام، هنطبقوا قاعدة الإشارات، حطينا ثلاثة واثنين. قاعدة الإشارات شو تقول؟ قلنا لما تكون الحد المطلق موجب يبدأ عندي احتمال الأقواس الإشارات حتكون متشابهة، لكن إشارات الأوسط سالب معناها هنا اثنين حتكون إشاراتهن سالبة بالكيفية هذه. تمام، بنفس الكيفية بدنا نقول سين ناقص ثلاثة نسويها بالصفر، القوس الأول سويناه بالصفر، كأن نحل في معادلة، نطلع ناقص ثلاثة بعكس الإشارة يبدأ سين تساوي كم؟ ثلاثة. أو إن السين ناقص اثنين هو القوس الثاني هو اللي يساوي صفر، ومنها سين تساوي كم؟ اثنين، بعد ما طلعنا ناقص اثنين بعكس الإشارة. من 85000 حل المعادلات الآتية، رقم ثلاثة سين تربيع زائد سين ناقص ستة تساوي صفر. هنا لاحظوا أن الستة هنا الحد المطلق بتاعي ستة إشارتها هنا شنو؟ سالبة. يبدأ هنا لما بنبحث عن عددين حاصل ضرب يعطيني ستة ونقول حاصل طرحا، ليش؟ لأن الإشارة سالبة، وحاصل طرحا يعطيني معامل سين اللي هو واحد. فيبدأ هنا الأفضل هي برضو حتى هي 3 في 2، ما نقدرش نقول 6 في الواحد لأن 6 في الواحد تعطي 6، بس 6 ناقص 1 تعطي 5، اللي إذا كانت هنا العدد 5 يبدأ الأفضل هي ناخذ 6 في الواحد، ولكن ولأن المعامل هنا واحد الأفضل هي ناخذ 3 في 2 أو 2 في 3. تمام، لأن الإشارة سالبة، يبدأ حطينا السين سين وحطينا 2 وحطينا 3. نشوفوا قاعدة الإشارات، في حالة الحد المطلق إشارته سالبة، في حالة الحد المطلق إشارته سالبة، حتكون الإشارات في الأقواس مختلفة، إشارة داخل الأقواس مختلفة، بين من يأخذ الموجب من يأخذ السالب؟ هذه لها قاعدة، شنو القاعدة تقول؟ العدد الكبير يأخذ إشارة الأوسط، الأوسط موجب يبدأ 3 هي تأخذ الموجب واثنين تأخذ السالب. تمام، بنفس الكيفية يبدأ نجينا نقول القوس الأول سويناه بالصفر، نطلع ناقص 2 بعكس الإشارة هتعطيني سين تساوي 2، أو نأخذ القوس الثاني سين زائد 3 هي تساوي صفر، ونطلع 3 بعكس الإشارة فتجد سين تساوي ناقص 3. يبدأ حل المعادلة التربيعية هذه هي سين تساوي 2 وسين تساوي ناقص 3. ولاحظوا يا طلاب أن عدد حلول المعادلة حسب درجة المعادلة، ما تكون معادلة من الدرجة الثانية يبدأ دائما لها حلين، لو معادلة من الدرجة الثالثة 3 حلول، معادلة من الدرجة الأولى اللي هي المعادلة الخطية حيكون لها حل واحد، دائما عدد الحلول حسب درجة المعادلة. نشوف مثال رقم 4، 4 سين تربيع ناقص 48 يساوي 16، حتى هذه نعتبرها معادلة تربيعية، ليش؟ لأن لوجود السين تربيع. بغض النظر أن معامل سين مش موجود مش مهم، لكن أهم حاجة موجود عندي سين تربيع. 4 سين تربيع ناقص 48 يساوي 16. هنا أول خطوة حندير حنطلع الناقص 48 بعكس الإشارة، حتمشي بالموجب كيف ما حنشوف هون، 4 سين تربيع تساوي 16. الناقص 48 مشات لها بالموجب، حنجمعون مع بعضن، 4 سين تربيع هتساوي 64، قسمة الطرفين على 4 هيجد عندي سين تربيع تساوي 16، بأخذ جذر تربيع للطرفين هيجد السين تساوي جذر تربيع لل 16 يبدأ سين تساوي زائد أو ناقص 4، يبدأ معناه الحل المعادلة يا أما زائد 4 يا أما ناقص 4، يعني السين تساوي زائد 4 والسين تساوي ناقص 4. نوعية أخرى من الأمثلة رقم 5، 2 ألف تربيع زائد 3 ألف ناقص 2 تساوي 0. بنفس الطريقة حندير قوسين، بس هنا نلاحظ أن الألف تربيع فيه معاها معامل مثلا 2، فهنا الأفضل مثلا 2 ألف تربيع هنخليها 2 ألف ونخلي في القوس الآخر ألف، 2 اللي هو الحد المطلق، عددين حاصل ضرب يعطيني 2، ما فيش إلا الواحد في 2، بس أنا حتعتمد على التجريب طبعا ضروري نتأكد من حد الأوسط يطلع معايا ولا لا بطريقة المقص. فنحن اخترنا هنا 2 ألف ناقص 1 وألف زائد 2، ليش اخترنا إشارات مختلفة؟ لأن الحد المطلق إشارته سالبة، العدد الكبير عطينا إشارة الحد الأوسط، وحنتأكد هل يطلع معايا الحد الأوسط ولا لا بطريقة المقص. فهنا لو جينا ضربنا 2 ألف في موجب 2 حيعطيني 4 ألف بالموجب، ألف في سالب 1 يعطيني سالب ألف، يبدأ ناقص ألف وزايد 4 ألف حيعطيني موجب 3 ألف، أعطاني الحد الأوسط، يبدأ طريقة التحليل تاعي صحيحة. تمام، يبدأ هنا القوس الأول 2 ألف ناقص 1 تساوي 0، أو أن الألف زايد 2 تساوي 0، بالنسبة للأولى 2 ألف ناقص 1 تساوي 0، لو طلعنا ناقص 1 بعكس الإشارة حتجد موجب 2 ألف تساوي 1، حنقسم على 2 حتجد الألف تساوي نص. وبالنسبة للثانية القوس الثاني لما سويناه بالصفر طلعنا 2 بعكس الإشارة يبدأ الألف تساوي ناقصين، يبدأ حل المعادلة هذه أن ألف تساوي نص والألف تساوي ناقص 2. مثال رقم 6،
12 سين تربيع ناقص 25 سين يساوي ناقص 12. ولاحظوا من بدري احنا شن قلنا؟ قلنا ان ضروري تكون المعادله التربيعيه في صوره صفريه، بمعنى ان معناها ضروري ناقص 12 ندخلها بعكس الاشاره بالكيفيه هذه. يبدا 12 سين تربيع ناقص 25 سين زائد 12، دخلنا ناقص 12 بعكس الاشاره وسويناها بالصفر. حنجي عمليه التحليل عليها كتحليل مقدار ثلاثي. فهنا نحن ال 12 سين تربيع حللناها الى 3 سين و4 سين. ال 12 اللي هو الحد المطلق برضو 4 في 3. بعدين الاشاره لنا موجبه حد المطلق، فكانت الاشارات متشابهه لان الاشاره الاوسط سالبه، فكانت الاشارات متشابهه بالسالب. وطبعا قلنا ضروري نتاكد من الحد الاوسط، لان في حال التحليل نتاعي هذا ما اعطانيش الحد الاوسط يبدا ممكن نغير ال 12 سين تربيع، ممكن نختارها 6 سين في 2 سين، او ممكن نختار ال 12 هذه حتى هي 6 في 2 او 12 في 1 على حسب ما يطلع معي الحد الاوسط. لكن حنشوفه توا. خذينا القوس الاول 3 سين ناقص 4، القوس الثاني 4 سين ناقص طريقه المقص 3 سين في ناقص 3 بناقص 9، 4 سين في ناقص 4 ناقص 16 سين، ناقص 16 وناقص 9 يعطيني ناقص 25. يبدا تمام ناقص 25 سين موجود وين؟ هو الحد الاوسط. يبدا طريقه التحليل تاعي طريقه صحيحه. تمام، من هنا 3 سين ناقص 4 حنسووه بالصفر ونطلع ناقص 4 بعكس الاشاره، فتجي 3 سين تساوي 4 ومنها سين تساوي وحنقسم على 3 حتجد سين تساوي 4 على 3. القوس الاخر 4 سين ناقص 3 نساويها بالصفر، طلع ناقص 3 بعكس الاشاره، تجد 4 سين تساوي 3 ومنها سين تساوي لما نقسم على 4 طرفين يبدا سين تساوي 3 على 4. يبدا حل المعادله التربيعيه هذه، سين تساوي 4 على 3 وسين تساوي 3 على 4. مثال رقم 7، 12 سين تربيع زائد 18 سين يساوي 0. هنا لاحظوا ان الحد المطلق مش موجود، تمام، بس حتى نعتبره معادله تربيعيه لوجود السين تربيع. هذه حنستخدم في التحليل اللي درسناه في الصف التاسع، حنستخدم العامل المشترك، هذه ما تحللش الى قوسين، حنستخدم العامل المشترك. ال 12 وال 18 العامل المشترك بينهم اللي هو كم؟ اللي هو 6. والسين تربيع والسين حناخذ الاقل اس، حناخذ السين عامل مشترك. حنفتح قوس بعد 6 سين، نفتح قوس 12 على 6 فيها 2 سين تربيع على سين فيها سين، إشارة زائد تنزل، 18 على 6 فيها 3 سين على سين فيها الواحد، كأن 3 في 1 الواحد لا يكتب، تمام، تساوي 0. بعدين نجي نقول يا أما 6 سين هي اللي نسويها بالصفر ومنها سين تساوي كم؟ 0، كأن قسمت الطرفين على 6 طلعت سين تساوي 0. بعدين القوس الثاني 2 سين زائد 3 نسويها بالصفر ومنها سين تساوي كم؟ نطلع 3 بعكس الإشارة بالسالب ونقسم على 2 تجد سين تساوي ناقص 3 على 2. يبدا حل المعادله هذه، سين تساوي 0 وسين تساوي ناقص 3 على 2. نجول للمربعات الكامله. المعادله التربيعيه في صوره مربع كامل هي سين تربيع، هذه الصوره العامه متاعها، سين تربيع زائد 2 الف سين زائد الف تربيع يساوي 0. قال لي لاحظ ان الحد الثابت اللي هو الف تربيع كان منين جاء؟ قال لي جاء من نص معامل سين تربيع. يعني لاحظوا 2 الف لو قسمناه على 2 احنا قلنا نصها، 2 الف لو قسمناه على 2 حتجد الف، نربحها حتجد الف تربيع. يبدا هذه هي شكل المعادله التربيعيه في صوره مربع كامل. من 80 5 باء اوجد مفكوك المربع الكامل في كل من رقم 1، قال لي هنا الف زائد 1 لكل تربيع. نحن مخيرين ان احنا نقدر نقول الف زائد 1 كل تربيع، نضرب الالف زائد 1 كقوس في نفسه، ألف زائد واحد في ألف زائد واحد، نضرب الأول في الأول، الأول في الثاني، طريقة متعودين عليها في الصف التاسع، أو بعدين الثاني في الأول، الثاني في الثاني. وفي طريقة أسرع ممكن من البداية، حنقول مربع الأول ألف تربيع، بعدين نحط الإشارة زائد الأول في الثاني ألف في واحد، واحد ألف في اثنين باثنين ألف، مربع الواحد واحد. هذه طريقة أسرع في مفكوك المربع الكامل. رقم 2، صاد ناقص نص لكل تربيع، حنديروا نفس الطريقة. يبدأ صاد ناقص نص لكل تربيع، قلنا يا أما القوس نضربه في نفسه يا أما الطريقة الأسرع، مربع الأول صاد تربيع، حط إشارة ناقص الأول في الثاني في 2، الأول في الثاني معناه صاد في نص في 2، يبدأ 2 في نص في صاد، زائد مربع الحد الثاني اللي هو نص تربيع. نختصر المعادلة، تمشي 2 مع 2 حقيقة صاد تربيع ناقص صاد زايد
النص لما الربع يعطيني ربع، يبدأ قاعدة صاد تربيع ناقص صاد زايد ربع. المثال الثالث سين ناقص صاد الكل تربيع، يندير بنفس الطريقة. هندير طريقة سريعة، مربع الأول سين تربيع الإشارة ناقص الأول في الثاني معناه سين في صاد، في اثنين تلقى اثنين سين صاد، مربع الأخير طبعا ناقص في التربيع عشان يصير هتقعد موجب هتقعد زايد صاد تربيع. قال لي هنا اجعل المقادير الآتي على صورة مربع كامل معطي إجاباتك على صورة سين زائد ألف الكل تربيع. هذا معادلة تربيعية بنبدل لها إكمال مربع. شنو حتكون الطريقة؟ يعني حناخذ معامل سين زي ما قلنا من بدري، معامل سين اللي هو العشرة ناخذ نصفه والربع، يعني معناه نقسم على اثنين، نقول عشرة على اثنين تربيع ونضيفها للمعادلة، فتلقى سين تربيع زائد عشرة سين، خذينا معامل السين اللي هو العشرة قسمناه على اثنين وربعناه. هيجد معناها ناخذ جذر التربيع الاول اللي هو س، جذر الإشارة الحد الاوسط موجب، جذر التربيع للاخير هيجد 10 على 2 الكل تربيع. لو جينا نحن فكينا القوس هذا التربيع هيعطيني نفس المعادله، يبدأنا فكت القوس هذه اختزلناه الى س زائد 10 على 2 الكل تربيع، طريقه صحيحه. وممكن هنا ال10 على 2 نخليها تساوي كم؟ 5، يعني نقدر نقول تساوي س زائد 10 س زائد 5 الكل تربيع. رقم 2 بنفس الكيفية نشوف مثال آخر، سين تربيع ناقص 9 سين بنفس الكيفية، سين تربيع ناقص 9 سين زائد ناخذ المعامل سين هو ناقص 9 نقسم على 2 والربع. هذه طريقتنا، يبدأ يساوي جذر التربيع الأول هيكون سين إشارة الحد الأوسط ناقص جذر التربيع الأخير هتكون 9 على 2 ونديرها كل تربيع. سين تربيع زائد 2 زائد 2 على 3 سين بنفس الطريقه، حنقول هنا سين تربيع زائد 2 على 3 سين زائد هنا نص 2 على 3 نصها كم؟ كأنها نصها 2 على 3 وقسمنا على 2 فتلقى 2 على 2 في 3 الكل تربيع. تمام، جذر التربيع الاول سين، جذر التربيع الاخير حيكون 2 على 2 في 3 الكل تربيع. هنا خسرنا 2 مع 2 فتلقى 1 على 3، يبدأ تلقى سين زائد واحد على ثلاثة الكل تربيع. حل المعادلات التربيعية باستخدام الصيغة، حل أي معادلة ألف سين تربيع زائد با سين زائد جيم يساوي صفر هو استخدام القانون سين يساوي ناقص با زائد أو ناقص جذر با تربيع ناقص أربعة ألف جيم على اثنين ألف. والعوامل الذين تعرفنا عليهم مثل الألف والبا والجيم الذين قلنا معاملات المعادلة التربيعية، الألف معامل سين تربيع، البا معامل سين، والجيم هو الحد المطلق أو الحد الثالث من 80 5 جيم. وقلنا طبعا بدري احنا قلنا نستخدم القانون هذا في حالة أن تكون معادلة تربيعية غير قابلة للتحليل. حل المعادلات التربيعية الآتية، رقم 1 س تربيع زائد 7 س زائد 3 يساوي 0، هتكون طريقة الحل أن س تساوي القانون اللي قلنا عليه ناقص ب زائد أو ناقص جذر ب تربيع ناقص 4000 جيم على 2000. الباء هنا كم عندي؟ هو معامل سين هي السبعة، فهيجد ناقص سبعة زائد أو ناقص جذر، بعدين الباء تربيع الربع السبعة، قالت 49 ناقص أربعة في الألف بكم؟ الألف أنا معاملها واحد، أربعة في الواحد في الجيم اللي هي كم؟ ثلاثة على اثنين في ألف هي اثنين في الواحد. الناقص سبعة زائد أو ناقص نخلين كيف ما هنا، نجري العملية تحت الجذر، تلقى 49 ناقص أربعة في الواحد في ثلاثة اللي هي كم؟ 12. 49 ناقص 12 القيمة هذه لما نطرحها وناخذ جذرها يعطيني 6.1، فيبدأ ناقص 7 زائد ناقص 6.1 على 2. القيمة الأولى لسين منين جبناها؟ هذه سين تساوي ناقص 46 من 100، في حالة خذينا ناقص 7 زائد 6.1 وقسمنا على 2 يعطيني الناتج أن السين تساوي ناقص 46 من 100. هذا الحل الأول. الحل الثاني لما ناخذ ناقص 7 ناقص 6.1 على 2 هيطلع معي السين تساوي ناقص 6.54 من 100. وبهيك بالطريقة هذه طلعنا قيمتين السين هو حل للمعادلة التربيعية. بنهاية هذا المثال نكون نهينا الوحدة الخامسة من المعادلات التربيعية.